اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا احتفاء الاعلام المصري الرياضي بتتويج الاهلي بالثلاثيه الكامله هذا الموسم، لكن الحقيقه الامر ما توقفش عند الاعلام المحلي فقط ولا حتى الاعلام العربي. تتويج الاهلي بالثلاثيه زي ما المهندس عدي اشار قبل الفاصل كانت له اصداء عالميه حقيقيه، نستعرضها في هذا التقرير. ولأنه الأهلي بإنجازاته وبطولاته يظل محوراً لسعادة عشاقه، يفرحون دائماً لانتصاراته ويسعدون ببطولاته ويتحدثون عن ألقابه. فبعد تتويج الأهلي بكأس مصر للمرة 37 وتحقيق الثلاثية التاريخية، تساوى مع الكبار برشلونة وبايرن ميونخ في تحقيق الثلاثية. وسبق للأهلي تحقيق الثلاثية في عام 2006 عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك. وبإنجاز الأمس القريب تساوى مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020. ومع التساوي مع الأندية العالمية احتفت الصحف والمواقع العالمية بالأهلي وأرقامه، وقالت إيس الإسبانية: الأهلي العملاق الإفريقي نجح في تحقيق ثلاثية تاريخية بعد حصوله على كأس مصر بفوزه على طلائع الجيش. وقال حساب الفيفا: ثلاثية تاريخية للأهلي للمرة الثانية بعد 2006، تهانينا يا أهلي. فيما قال موقع سي أن أن: أكمل ثلاثية بطولات 2020، الأهلي يحصد كأس مصر بعد فوزه على الجيش بركلات الجزاء، ليتفق مع موقع العربية بأنها ثلاثية تاريخية. ليحتفي موقع روسيا اليوم بالأهلي الذي توج باللقب للمرة 37 في تاريخه. واحتفت صحف جنوب إفريقيا بإنجاز الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وأبرزت صحيفة سوكر لادوما فوز النادي الأهلي بالبطولة كأس مصر تحت قيادة موسيماني، وقالت: موسيماني حقق إنجازا جديدا مع العملاق القاهري. صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية قالت إن موسيماني قاد الأهلي لتحقيق ثلاثية تاريخية. وقالت صحيفة ذا ساوث أفريكان إن عام 2020 سيدرج في تاريخ موسيماني بعد أن فاز بخمس بطولات مع فريقين مختلفين.